كابتن شريف، واضح ان مستر كولر في الحديث في المؤتمر الصحفي مش راضي طبعا عن نتيجة المباراة. حصل اللي حصل، احنا ما زلنا متصدرين الدوري حتى الآن، ولكن الجمهور زعلان. انت من جواك كلاعب النادي الاهلي انت لازم تصالح جمهورك. وخلي بالك حضراتكم، انا متهيألي السيناريو ده ربنا يستر، بس ما يكررش تاني ان شاء الله ما يكررش. كان موجود معانا السنه اللي فاتت، اعتقد كسبنا اول 6 مباريات في الدوري، وبعدين كان اول تعادل مع فيوتشر 1-1، وكان احمد رمضان هو اللي جاب التعادل الايجابي. مش متهيألك ده اللي هو ده الحقيقي. ده الحقيقي، ده حقيقي، ده فعلا حصل. ولا كريم، سوري، كريم ندفد هو اللي جاب الجول. كريم ندفد. السيناريو ده اتكرر قبل كده من سنه. في دروس مستفاده ماتش النهارده. لازم انا كلاعب احس بجمهوري، احس ان انا في نادي عظيم زي النادي الاهلي. لازم اللي كرر السنتين اللي فاتوا ما يكررش تاني السنه دي. انا في ايدي انا كلاعب، انت احنا معاك، انت ضيعت النهارده مكسب في ايدك. في دروس مستفاده كتير النهارده من ماتش النهارده، وزي ما قالوا الكباتن الحمد لله انها جت بدري. انت دورك كلاعب. بص يا كابتن ايمن، انت ما الدنيا ما خلصتش منك. انت انت وانت كنت فاكر انك هتاخد الدوري من غير ولا ماتش تتعادل ولا ماتش تخسر؟ لا طبعا هيحصل عصارات في الفرق، كل الفرق في العالم بتتعرض لحاجات كده. انت اللي مضايقك ان فرقه بتلعبها اتطرد منها واحد والماتش خلصان وانت كسبان 1-0، واللعيبه بتاعتك ما خلصتش المباراه كما يجب، وما اتحركتش وما لعبتش بسرعه وجابت الهدف الثاني، وفي نفس الوقت المدرب بتاعك في المؤتمر الصحفي افصح عن حاجات كتير. قال لك انا من حقي ان انا ادور على فيرويد لعب 2 فراودة النهارده. انا بدور على فيرويد في فرقتي، انا من حقي ان انا اشوف الفيرويد ده. شاكك ان عندي لعيب مصاب ولا حاجه ما لعبوش. ده صحيح، ده حصل. انت المفروض التشكيله بتاعتك دي كلها زي بعض. الموضوع هنتكلم على السكواد اللي قاعد بره، هتلاقي ان احمد عبد القادر وبرونو سافيو ومحمد هاني وياسر ابراهيم، والباقي هتلاقي بقى محمد فخري، احمد نبيل كوكا، حسام حسن بعيد خالص عن الحكايه. فهو النهارده الراجل بيبحث عن شكل يقدر يقود بيه المسيره كلها. ان اللعيب بقى بتاعك او الهارموني بتاع الفرقه دي كلها، انت النهارده وانت واقف على الخطوط وهو بيلعب في الملعب مش قادر ينشد انشوده الهدف الثاني، دي بقى هتخلي المنظومه كلها هي اللي بتتحمل الكلام ده كله، ولا اللاعب نفسه هو القائد في الملعب؟ يعني انا عندي اللاعب هو القائد في الملعب، انا بوجهه من بره، انا دول المتاحين بالنسبه لي. عشان احنا قلنا ايه من قبل الماتش، التشكيله دي فيها شكل كويس مش تنظيمي، الشكل بتاع شادي حسين ومحمد شريف وحمدي فتحي راجع من الاصابه ومحمود متولي والتغييرات اللي حصلت دي كلها فيها شكل جديد عليا انا في الوقت ده ضد فرقه كويسه جدا، فرقه عندها سكواد كويس، فرقه بتعرف تلعب، فرقه بتقدر تروح للجول، فرقه ما خسرتش ولا ماتش في الدوري، هم الرابعين على الدوري، اتعدوا ماتشين بس، بتلعب النادي الاهلي بتنظيم دفاعي ومحاوله الكونتر اتاك. حتى كانوا عاملين شكل تاكتكس اللي هو الراجل اللي اتطرد يلعب ناحيه اليمين ووراه باسم عشان يوقفه علي معلول، ودي الحكايه دي باينه لنا واضحه من الاول.